دوكا نروحوا لثاني فقره للبرنامج، هي فقره ثقافيه ان شاء الله تجيبوها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. على سؤالنا يقول كم المده الزمنيه لمباراه التنس؟ تنس هي نومامو ولا ما كذبنيش ربي فيها 3 اشواط نومامو. شحال المده الزمنيه؟ 4 ساعه ولا 20 مينوت شحال بين شوط وشوط؟ 30 ثانيه. 30 زوج سوايع. فيه بزاف الاشواط نورمالمون على حسب ظني، باسكو ما عنديش كما يقولوا ما عنديش معلومه كبيره على التنس، ما نتبعش بالون سباحه هذيك كما يقولوا دومين ديالي، بصح تنس ما شويه شويه تيه. مدة الزمنيه لمباراه التنس مامو كانوا 8 مامو كانوا 8 على بالك بيها ولا زعما قلت والله غير شغل ابيبري هكذا ابيبري لا لا خطا معليش ما عندهاش وقت ما اوفيسيال ما عندهاش وقت لازم. اجابه صحيحه صح يعني حتى لغايه فوز لاعب مجموعتين او اكثر لعبوا كما كنا صغار حتى نعياو. ما عنديش فكرة. كرة القدم على بالي تعرف؟ لا لا أنا خاطيني كيما كرة قدم، أنا مع الكيك ولا بيسين و ما عنديش فكرة ما عنديش. صح معليش، اليوم راح تستافد معلومة جديدة معنا، يعني هي ما عندهاش وقت محدد لغاية فوز لاعب بمجموعتين أو أكثر.